أهلاً وسهلاً بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع لمنهاج من الألف إلى الياء، فأهلاً وسهلاً بكم أحبائي الطلبة. بداية عزيزي الطالب سوف أبدأ بالأهداف لهذا الأسبوع. ينتج الطالب نهاية قصة حوارية يمثل حوار دار بين عدة أشخاص، ويستخرج النكرة والمعرفة من النصوص ويقرأ القصة قراءة صحيحة معبرة. مع بداية هذا الأسبوع يا عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى قراءة قصة بعنوان غوى المدللة. سوف نقوم بالقراءة الجهرية من قبل المعلمة ثم من قبل الطلبة. سوف أبدأ عزيزي الطالب بقراءة النص. غوى المدللة. ابنة جارنا غوى، فتاة في العاشرة من عمرها، سمراء اللون، شعرها أسود ناعم يتدلى على ظهرها كشال الحرير، جبينها عريض، حاجباها كثيفان ومقوسان كالسيف، عيناها مدورتان عسليتان تلمعان كحبات اللؤلؤ، أما خداها فبلون الورد، وشفتاها زهريتان رقيقتان تكشفان عندما تبتسم، عن أسنان بيضاء كالثلج. غوى فتاة مدللة مغرورة، قليلة التهذيب، تتحدث من دون تفكير، وتسخر دائما برفيقاتها وتضحك منهن لسبب أو لغير سبب. تصل إلى المدرسة في الصباح الباكر لابسة أجمل الثياب، وتمشي بكبرياء أمام التلاميذ وبخاصة تلاميذ صفها. في عيد الأم طلبت المعلمة من غوى ورفيقاتها أن يلبسن أجمل ما عندهن من ثياب بتقديم مسرحيات وأغاني تكريما لأمهاتهن. وعندما جاء وقت الاحتفال حدقت غوى برفيقاتها واشتعلت نار الغيرة في صدرها، فاقتربت من ربا ولطخت فستانها الزهري بالحلوى والشوكولا ودنت من سعاد، فأفرغت على ثوبها الأزرق كوب العصير. وبينما كانت غوى متجهة نحو المسرح لتلقي قصيدتها، تعثرت وهوت على الأرض واتسخ ثوبها الأبيض. في هذا الوقت بدل أن تسخر رفيقاتها منها، أسرعن لمساعدتها على النهوض وتنظيف ثيابها، فصفق لهن الجمهور على أخلاقهن الحسنة. عندما خجلت غوى من نفسها، فاعتذرت من رفيقاتها المهذبات ومن معلمتها المحبة قائلة في نفسها: ما أجمل أن نعامل الآخرين بمثل ما تحب أن يعاملونا. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى أقسام الكلمة. الكلمة تقسم إلى معرفة ونكرة. المعرفة هو ما دل على شيء معين، أما النكرة هو ما دل على شيء غير معين وغير واضح. هناك علامات للمعرفة، فهي تقبل للتعريف مثل الكتاب، فيها إضافة إلى اسم المعرفة كتاب زيد. أما النكرة فهي عكس ذلك، ليس فيها ال مثل كرسي، ليس فيها إضافة مثل قلما. أيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نذهب إلى المكتبة لقراءة العديد من القصص القصيرة وتحديد عناصر القصة الواردة فيها، بالإضافة إلى تحليل شخصيات القصة، وفي النهاية سوف نقوم بتغيير نهاية القصة وإنتاج قصة جديدة. أيضا عزيزي الطالب في نهاية الأسبوع سوف نتطرق إلى كتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، تقيس من خلالها المهارات الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا، كالتاء المربوطة والتاء المفتوحة وكتابة التنوين والشدة وغيرها من القواعد الإملائية التي تطرقنا إليها سابقا. كما أننا سنقوم بإجراء اختبار للقراءة. ستقوم عزيزي الطالب بقراءة النص غوى المدللة قراءة جهرية معبرة مراعيا فيها معايير القراءة الجهرية. أيضا عزيزي الطالب سوف تقوم في هذا الأسبوع
بعرض مشروع الوحدة الذي قمنا به وهو كتابة قصة مصورة. سوف تقوم بكتابة هذه القصة وإنتاج هذه القصة ثم تعرضها أمام الطلبة مضيفا إليها العديد من الصور التي تجذب القصة. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.